مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ديما لاباس نمشيو لفقره اليوميه، فقره الشعر. امير الشعراء، ونبدا الان مع وليد الزين. لا، موسيقى سبيسيال. بلاس بلاس طويل وعالي، من السكان فيه برشا ناس. بلاس طاق فوق طاق، بالاسانسور ياسر كلاس. بلاس محروس كاميرات سيرفيونس، وزيد من فوق فيه عساس. هوت ستاندينغ كاس دو فيل، شوفاس سنترال، وزيد انترفون من برا على الكياس. بلاس جديد فيه الكاف، كل ساكن فيه عنده مفتاحه الخاص، والاسانسور عنده الباس. بلاس سكنت فيه ما خلصته كان مشى بالراس. بلاس بارد بين الجيران، ما فهم لما ولا احساس. عندي مده ما سمعتش صوت تهريس السلطه في المهراس. لا جاره تسلف جارتها كعبه بطاطا، وكعبات حمص منفخ في القرطاس. لا جاره تذوق جارتها وفيم ملوخيه ريحتها مشتهيه في طنجره نحاس. لا جار يتفقد جاره نهارين ما شافوش، زعما وين وسيد عليه في القهوه، مش مستانس ماهوش من نوع الغطاس. نمشي نسال عليه، مريض شويه قالت لي بنته ايناس. نهزل عايله ونطل عليه، كعبات يا غرت وطريف غله، قد جيبي من الكاس. ضحكه ولما ويقوم، نستنوا فيك على طرح كارتا ونشيخوا على منصف البوراس. بلاس حومه اما فوق بعضها، تروح لها للنوم والنعاس. لا تسمع تزغريت ولا زينه وعراس. لكراسي بيض وباش نتلموا تحت الناس. لا ذبايح وطبله زكره وكرابيله كرتوش ورصاص. بلاس لا فيه طهور لا ريحه بخور، لا مزيكا نحاسيه تعمل دوره في الكياس. والمطهر على حصان بالجبه والشاشيه، زغرتولي على ولدي في راس. قله متاع حلوه تتكسر للصغار، يترماو عليها اللي يطلع بكعبه حلوه واللي يطلع بدمغه في الراس. بلاس لا فيه بنية لا دالة، علوش مذبوح وكسكسي يفور في الكسكاس. وولاد الجيران يتعاونوا شكون يغربر الرمل من الحصحاس. من اللي سكنت في البلاس توحشت الحومة، ذكرياتي فيها مرشومة. سكنة جديدة الديار فيها مقسومة، والحياة فيها صحيح عايش أما الحياة مغمومة. انت شلزك على حي النصر شوي نوستالجي هكا. معناتها لخصت الحياة العصرية اليوم، والله يعطيك صحة. اي واحد يعيش فيه صحة. لا لا، معناتها فم برشا اجتهاد، معناتها برافو. حاولنا شوية والله نوستالجي، والله سفيان مش عاجبتك؟ ها وانا ما نسكنش في بلاس مثلا، خاطر ما نحبش البلاسات الدنيا وكذا. ومن انت يرجع المرنق ولا هي ما هي مراحل يا اخي كلها. سايب عليكم حي النصر قدام عمارات يا سفيان. لا لا ولا لا بلا، مش بربرمدي 70% من الشعب التونسي في بلاسات. مش بربرمدي، انت تبدا عيش صغرك مثلا كذا، ساعات تتذكر حاجات. شنو شنو بلا على شي حاجه؟ لحظه على شي حاجه يعملها وليد تحبوا تخرجوها خايبه. علاش خرجوا بربرمدي 70% من الشعب التونسي يعيش في بلاص. وفادد انه يعيش في بلاص خاطر ان با لو شوا ماتريالمون باش يعيش ابار في بلاص. تي توا فما ايموبل جديده قاعده تتبنى بحظ قهوه نصر، اوسع ايموبل اس بلس دو وليد. تجي تخمم كيف تنجم تشري دار بلاص ب 400 مليون، كيف تنجم 400 مليون تشري عم بيه مدويره في تمشي قطع طرد وتشري تبني دار. معناها وين دي شوا؟ وين ما تحب نزك تحب الغدوه الصباح. لا لا هذا على الحومه. فما دي شوا، فما عبيد تقول لك البلاس سيكوريتي مثلا. صحيح لا لا صحيح، قول لك انا اخويا بلاس سيكوريتي. بليل بليل راهو قال الشعر هو ومظبطك. على الحومه على الحومه، نحن على الحومه باللغه الجديه معناتها هو عايش في بلاس وقال لك الجو الامبيونس في بلاس. يعني ما تحولش هاتوا نحول الحومه شعر. يا ولي يا بليل راهو شعر مش كان انا نحكي مررهم له مش كان انا نحكي على برشا ناس. علاش مررت له مسكين عمل قصيده باهيه؟ والله علاش مررت هيلو؟ برافو برافو معلم معلم والله برافو. مره خرجت تمس قصايدك كل تمس، ما عرفتش علاش والله انا جبت تصدقك في حتى قصيده. حاولت حاولت شيء يسالش انا مش ليك انت باش تصدقني انا عندك المشكله في صدقك حد. يلا شكرا لكل الناس اللي سمعوك. نمشيو للامير سفيان الدهش. حويس الحبيب
وقت اللي الغادرة والله يبير. طلعت مع تاكسي قال لي بلا دخلة تخلصوا فيها حلف قال والله قال لي تفجعت. مشيت مشيت وخليت وكرك خالي عن بلاصة ده وبلاستك كلها سحاب وغيوم. سامان البليبي لو تعرفي كيفاش ولا حالي الله وليت كيف اللي نهار ومشوم. علاش علاش هكا تشغش بيلي بالي وفي الحصة يغرد علينا البوم. رباب رباب راك رمز للزوالي من غير بحرك وين باش نعوم. صوتك حنين صوتك حنين خير مش شوالي. بالله ما تغيبي علينا يوم. قلت ليش كي كان موجود الكلمة ذي ربوبة. ربوبة في الحصة راك انتي الكوبة. الركاب بلا بيك ولت نوبة. حصة مخروبة الدمعة مسكوبة. وليد قريب يلبس روبة ويجيب حبوبة يشتح بالفرحة بأسلوبة. بلا بيك بلا بيك البلدي باع الشواشي وظلمة حياة النور ما يشوفهاشي. صحيح صحيح هو بليد ما يحياشي في كلمة خير ما قالهاشي. رباب بالله ما عاد تغيبي كرسيك ينحب دمعته مسكوبة. وقت المرض انت تبيبي ان شاء الله تجينا فرحة مخطوبة. سفيان في الحصة باش نوريك العذاب. وليد تسب فيا وتشكر في رباب. شفت كيفاش تسكت وليد؟ شفت والله انا على الاساس هذايا اي غدوه ستكون الرد قاسي. فوالا وارجع عامل لنا شعر كوميدي زنا من الشعر العميق. اي غدوه انا سمعت الخبر ان شاء الله خير. لا لا بس ما تقوليش هربت. لا رباب باش يقسموا الورثه. هذيك عشان خذيت جمع العرك والمشاكل المحامين محامين وأوراق ومن وفما تعرفها لي واحد قال مرته انطلقوا يا اخي طلقوا بعد جمعة سمع بها ورثة طلبها قال هنا حبلة. حتى انا شنو باش تاخذ ربي باش تولي ربي باش تولي تحضر الساعة الأولى برك الساعة الثانية يجيوها الخطابة. جايها باي بيه يعني جايها باي بالقدا. لا لا بس ما سمعتها برا باهية اشتاقوا معناها. أنت تحكي بجدك ولا بتفضلك؟ أحكي بالرسم كوني سمعت الأخبار اللي وصلتني أخباره مش غلطة مشيت على أساس مشكلة قسم الورثة بديت. أي الورثة باش تحضر على بايها بايها أي لازم توا عاد نقرأ حسابنا ما رجعت كان نفهم في أمورها وكتعرف أنا بنوصيك وليد أما زيتون فيدك من هنا أما زيتون. والله وليد اتصل بها وشوف ايش عنده وليد خميس جمعة اتصل رو من بكلمها خميس جمعة كان شوية كتيبة ربي قاعد كان تذكرها أصلا وما عادش يغزعة الشيرة غادي مش يغزعة مهبول كرسي فارغ غدوة ترد عندي سينوف الموجود غدوة ترد ما عندناش ميرا أما غدوة ترد فوالا فوالا ترى قبل ما نمشيو لتفادليك وكذا باش نعملوا طلع الفيلم ونعطيكم أغاني وانت طلعوا لي